اليوم عندي 100 كوره من كوره كاس العالم لازم اوزعهم على الناس، بس مو باي توزيعه، يصير فيها مسابقات وفعاليات شوي، لانك لازم تتعب شوي على اساس تلقى الكوره هذه، لانها مو باي كوره، كوره نص النهائي والنهائي. الحلم يعني اليوم عندنا احلام نبي نوزعها ونبي نستانس، بتكون حلقه نار. ركزوا معي يلا شباب، نبدا نحمل. شيل الرنج وحش ترى، ما عليك، اهم شيء رتبهم صح. واثقه من نفسيها مش فاهم. لا في مشكله، شلون ما حطينا لها حل؟ يعني السياره ما تشيل 100 كوره. نوب. شريت الخطه الاولى، بلان بي، جاتني فكره والله. بساعد علومك، فاضي اليوم؟ هاي السؤال الاول. السؤال الثاني، الباص فاضي؟ تكفى محتاجك ضروري، عندي 100 كوره. بتعرف عقب القصه شنو؟ عندي 100 كوره ابيهم في الباص. كفو يا جاي 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 جاي، شيل ريح الرنج. وصل العود، وصل جاركات. وصل دكتور حمود. مساعد. دكتور حمود طبعا من اشهر مشاهير قطر واقدمهم شهره، يعني انا اتابعه قبل ما ابلش شيء اسمه سوشيال ميديا. مساعد شكرا انك جيت. وبكذي ال 100 كره صاروا جاهزين، كل اللي علينا نسويه نشيلهم ونحطهم في الباص. سببنا ازمه في الشارع، احنا اسفين شويات، ونبدا رحلتنا التاريخيه باذن الله. يلا شيل ركب باص يلا. بذلنا اني ابي الباص والله بذل. اوكي. خلني أكلمكم شوي عن كور كؤوس العالم. الكور قديما كانت تتصنع من جلود طبيعية، وفي كل بطولة تتقدم كل الشركات للفيفا بكورها، والفيفا تسوي اختبارات وتختار أفضل شركة تكون هي المصنعة لكور البطولة. هاي الكلام استمر لين سنة 1970، يوم تم استعمال أول كورة لشركة أديداس بمونديال المكسيك، وكان شكلها نفس شكل الكورة القديمة الكلاسيكية اللي لونها أسود وأبيض. ومن بعدها استمرت شركة أديداس بتصنيع كرات كأس العالم. في كل نسخة يتم تسمية الكورة بشيء يرمز للدولة المستضيفة، بالإضافة لتصميم يعكس ثقافتها. آخر كرات كأس العالم كانت كرة الرحلة، وهي النسخة الخاصة بكأس العالم فيفا قطر 2022. سموها الرحلة لأنها أكثر كرة قدم سرعة في التاريخ بسبب ديناميكيتها وانسيابيتها العالية، بالإضافة إلى تصميمها المستمد من القوارب القطرية، بالإضافة إلى ألوان العلم القطري. طبعاً من نسخة 2006 حتى هذه النسخة، شركة أديداس صارت تسوي تصميم خاص بكرة نصف النهائي والنهائي، بحيث أنها تستخدم نفس التصميم الأصلي وتدخل عليه اللون الذهبي كدلالة على لون كأس العالم نفسه. وهاي اللي صار في نسخة قطر 2022 لما طلعت كرة الحلم، وهي اللي إن شاء الله اليوم راح نوزع منها 100 كورة. أسرع بس عدل يا مشكلة الباص ماله، ما اقدر اقول له شيء، عادي احذف. اليوم باصنا برعاية اريد، وتعالوا نركب استيكرات. الجماهير عندهم 100 كورة، لكن انتم لا تنسوا مسابقتكم، عندكم 1000 دولار، كل اللي عليكم تسوونه تدوروا لي على هذا الشعار وتكتبوا لي في كومنت الانستغرام بالدقيقة والثانية. اذا انستغرامي مسكر روح انستغرام اريد واكتب على الكومنت الخاص بالحلقة. وعلى فكرة هاي اللي فازوا معي في الحلقتين السابقتين، اخر حلقتين، هل فائزين؟ الف مبروك، ال1000 دولار وصلتهم. قبل ما نبدا رحلتنا لازم تعرفون الوضع اللي احنا عايشين فيه. ترى بعد بكره اليوم الوطني 18 ديسمبر، ترى بعد بكره نهائي كاس العالم، يعني قطر تقريبا في ازحم مراحلها، وايد صعب انك تتنقل بهالباص ما شاء الله اللي كنا برد. لا تستهبل، لا ما يضحك. هاي دريولنا عاش دريولنا. بننطلق الحين برحلتنا، وانتم بعد جهزوا نفسكم تنطلقون بماراثون الدوحة 2023 من اريدو. نسخة 2023 تعتبر رقم 11، وبتكون بالشراكة مع الاتحاد القطري لألعاب القوة. الماراثون بينطلق يوم الجمعة 20 يناير 2023، على امتداد الكورنيش مرورا بكتارة ولوسيل والعودة للكورنيش. ماراثون اريدو يعتبر فعالية مهمة رياضيا في قطر وبرا قطر. فئات الماراثون هي للأطفال 1 كيلومتر، للأعمار بين 13 و17 5 كيلومتر، وللبالغين 10 كيلومتر و21 و42 كيلومتر. ولأول مرة بإمكانك تستخدم نقاط نجوم لدفع رسوم التسجيل، ولك خصم 20% إذا سجلت ضمن مجموعة 3 أشخاص وأكثر، ويمكن أيضاً لذوي الإعاقة التسجيل للمشاركة مجاناً. وفي بعد فئة الأدعم اللي يقدرون من خلالها المواطنين القطريين المنافسة فيها والفوز بجوائز مخصصة لهذه الفئة. النبي كده من حي النهاردة الأستاذ عبد الله الخفري منورنا في الباص. الله يذكره، شكرا يا فندم.
شكرا يا فندم شكرا. انا هغني لكم دلوقتي شويه اغاني يا رب تعجبكم، هنعمل لكم ان شاء الله شويه فانزون هنا بالبوست. طلع في دماغنا روق شويه، عدي عليك وتنزل لي. لحظه، شلون تعيش في الباص؟ تكبر كذي يعني ولا شلون؟ والله صدق ما تشوفني 24 ساعه. دكتور حمود بدي اصلي العصر، في مصلى عندك؟ انت بتصلي وين القبلة تكون اذا السيارة تسوق؟ ليش جايب كرسي يلف؟ يمين يمين مكة ذس واي. ليش نسوي باص؟ عشان خاطري يكون عندي شاليه على البحر. فسويت شاليه متحرك. ايه كم كلفك؟ فوق المليون. ترى هاي سنابها، ها ضيفوها على سناب، سنابها كي اف سي مو بالمطعم هو. الدنيا ظلمت ولحد الحين ما وصلنا، تخيلوا. طبعا لو سياره عاديه كانوا واصلين من زمان، بس الباص ما شاء الله بطابقين يعني، حتى في الاشاره ما يروح ويرجع، ما يكوع، مستحيل. فاللفه تكون اطول، والله يعيننا ان شاء الله نوصل في وقت زين. حليلهم، شوفوا يلعبون كوره، شوفهم بس كرتهم قديمه، خلينا نبدلهم اياها. سال خمس لك مني هديه. واحد اثنين ثلاث اربع خمس. وحش يلا زين. كرة كاس العالم يبا قبل النهائي والنهائي، هاك عليهم عليهم. ترى للعلم ابدا ما تكلمنا عن اي تجمعات، لا في السناب ولا في الانستغرام ولا في اي مكان. احنا جينا والمكان ما شاء الله مسحوم بالناس اوريدي. براسك ثلاث مرات، ها شوف هاي واحده ما يصير يعني غلط، فاهم؟ انا اقول لك شنو الغلط، اوكي؟ الصح انت تعرف هاك. تراي تراي عادي. اوكي يو كان فاست تو يور فادر. يلا يعني على اساس رونالدو يعني. يلا واحد اثنين ثلاث بس. ابيك تسوي حركه انا ما اقدر اسويها، بس اي شيء. بص يا وسام. يا ولد اهدي هذه الكره لاحد من اللي الكره حلالك، عطى اللي تبي، بس مين بتعطيها؟ خلنا نصوره. بنحط الجول هني، يبعد تقريبا يعني 10 امتار، كل واحد لازم يلف على الكوره 10 لفات، عقب طبعا خذ لك ديزي شوي ولازم يشوتها يبها في الجول. حلو؟ تعال 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 اسمع، الحل الكوره اللي نلعب فيها نص النهائي بنلعب فيها النهائي، هذه اللي راح تصنع التاريخ، هذه اللي يمكن ميسي يفوز من وراها. لف 10 لفات على الكوره يجيبها في الجول، شيل الكوره. واحد اثنين ثلاثة عشر. بس وقف وقف وقف، يلا شوتها يلا، لو فيك خير يبقى جول. وين ضاع 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 وين ضاع؟ سلام والله سواها. هني الكورة هني، وهذه الحلم تستاهل. هلا والله جيت في وقتك والله. 10 لفات وشوت، 10 لفات جيب الحلم تاخذ الحلم. شوت ضاع ضاع والله ضاع 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 ضاع. عبد الله انا اعطي الفرصه حق الناس، انا جاي بس اشارك وياك علشان هاي ما ضيع في المشي، ضيع في الكلام بعد. شو ذا ساين اول اوف يو هاف تو سكور، كلكم لازم تجيبون. جيت تو هيم اوكي ما شاء الله. يمس خمس يلا يلا. لا حرام والله والله حرام، قانون والله اخترعت قانون، اذا بنته في العارضه يعني جول. حرام البنات ما يلعبون كوره. الف مبروك. شو احنا ما نبي ندخل مشاهير بس عشان ما يزعلون علينا، بس يستاهل يا حبيبي يا حبيبي. بشار اتوقع لو لف 20 لفه بعد بيجيبها في الجول. نجم نجم كبير في كره القدم. واحد سنة. يلا 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 ضاع ضاع ضاع. ايوه وهذه هي كره الحلم، هاي هاي النهائي جاهز للجمهور. جاهز وين ميسي؟ جيبوا لي ميسي. تعال شو اسمك؟ عبد الرحمن سعد سفيان. خمس خمس حرام خمس. يلا خمس لفات عادي عشر. يلا ان شاء الله شجعوا عبد الرحمن. يلا ركز عبد الرحمن، ركز ركز عبد الرحمن. هدي هدي مسكين راسه راسه. هدي 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 عبد الرحمن. ها انت معاي؟ حلو يب جول. ركز يا سلام. تعال 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 يا وحش. الكرة اللي اكبر من راسك يا عبد الرحمن، كرة الحلم هاك. اسمعوا بنوزع 10 كور بسرعة، لان بصراحة الوضع طلع فيه تجمع وبناخذ وقت وايد، فبالعمام حجر ولا مقص. مرة واحدة
فوز عليه تاخذ كره الحلم مره. حجره ورقه مقص. السلام عليكم. حجره ورقه مقص. قاتلكم كلكم من انا ولا شنو؟ اللي بعده حجره ورقه مقص برا. يس سلم عليه ولا شيء. اشوف اشوف ايه من حراره يدك بتروح على المقص. حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. في اسهل دكتور حمود يا ابو خالتي يعني واسطه ما نقدر نقول له شيء. راعي الباص. اه يلا يلا بدون ما تتحرك. بدون ما تتحرك. بدون ما تتحرك. والله تعبه. سامحني. لا 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 هذه ما يبي لها فار. اختي ما تتحركين زين. اه اوكي. شلون بعد عطونا كرتين امسك. اي خمسه اعطيك واحده او تختار انك تجيب 10 تاخذ 2. قرر لي ب 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كفو 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 والله. طبعا عز نزل تحت علشان يعد الكور نشوف كم كره باقي. ها عز عديت 76 باقي ولا خلصنا؟ باقي 76. يعني 24 كرة بس في درب لوسيل هالثلاث ساعات؟ لا لا بنبدأ نوزع والله جيف اوي. خلينا نكون طيبين. 24 كرة بس. والله العظيم اني قررت ان نكون طيبين. وظلت صبوها القهوة وزيدوها هي وزيدوها للناشا معروها هي 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 احلى كرة والناشا ملاقيها ونحييها. ترى انا قاعد اشوف المكان وايد فيه اطفال حرام وايد فيه اطفال بريئين جميلين يبون كور. نزلوا كل الكور. وصلنا درب الساعي من اجمل الاماكن ولها ذكريات جميله جدا بالذات في اليوم الوطني. كل سنه الوعد في درب الساعي تعودنا على هالشيء. ما نقدر ردكم البنات يزعلون بسرعه. ما نقدر مشكوره ما قصرت. تعال تبي كوره هاي ولد مسؤول كبير هني ما نقدر نقول لا. تفضل حبيبي حبيبي العبوا. اسمع بدي كوره بدي كرة نهائي كأس العالم. وخرت لعطيك بالعقال. يلا من يبي يفوز بكرة الحلم؟ كرة كأس العالم سنة النهائي. جاهزين؟ من مشغل الاتصالات الرسمي؟ أريده. شو اسم الكرة اللي قبل ذي؟ What's your name؟ مبروك. بعد ما نخلص يا جاسم حطها. ما بعرف كيف قلت حمود. انا مواليد كم؟ 1900. ايش تبي بعد الثاني؟ ناقصك انا؟ كيفك تعاوني؟ تعاوني مو بضدي انت. هاك احلى كوره. انت شو اسمك؟ هاك تفضل. شوفوها شوفوها يصير. انت من فين؟ من مصر. امية كرة راح توزع اليوم هني. والله العظيم انهم يستاهلون. وانا منحرج من الناس اللي ما استلموا. ما نحسب ما لا تقول لي تحسب. احنا مو قاعدين نحسب صراحه. احراج المواقف دي احراج. المره الجايه ان شاء الله بقول حق اريد ابي 2000 كوره. صح من الفرحه يا حليل. يلا هاج مبروك. رايحين ملعب موجود في درب الساعي فحلو ان نسوي مسابقات من هناك على بلنتيات. شوت يبها في العارضه يبها جول سوالف هذه. انا صراحه كان في خاطري اني اسوي مسابقه بلنتيات اني انا اكون حارس وارجع ايام الخوالي كأفضل حارس مرمى في قطر. لكن للأسف أنا عندي كسر في الصبعين تدرون فوايد صعب علي. فعندنا وحش ثاني راح يكون اليوم هو حارس المرمى. يجون يشوتون عليه اللي يجيب عليه جول له كرة الحلم. راوني الحلم هني كله يلمع. يلا علي يا سلام حمد علي كلاي. اوه آه جول 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 والله جول. طلع سهل. جاهز ولا لا؟ بس سلام يا مشعل يا وحش. هاك يا سلام قولوا بكم. جاب لك الواحد اطول من الثاني. خلني البس واشرد. انا قلت يا هذا اوكي بوقف حارس بس هاي بيضيع مستقبلي. فانا اللي بحرس بيد واحده تقريبا لان هاي ما بيستخدمها لان فيها كسرين. انا ما اقدر. عز حارس بعد
الغول اللي جايب لي اياه شوت باقي تقريبا 8 كور. صراحة وايد استنسني في درب الساعي، يمكن في البعض زعل لأنه ما قدر ياخذ كورة لكن هالي قدرنا نوزعه. ودي أني أهدي المتطوعين، أدري أنهم ما قصروا وأدري أن هذه قليلة في حقهم، لكن ما قصروا معنا سواء في التنظيم أو في أنهم يكونون شبه حرس، والله ما قصروا صراحة. الكورة رقم 100 وبشذي نقول الحمد لله خلصنا من توزيع 100 حلم. شكرا للمنظمين سواء في درب الساعي او في درب الوسيل، ما قصرتوا ان شاء الله الايام الجايه نروح اماكن اكثر. شكرا دكتور حمود والله ما قصر، انت والباص على عيني وعلى راسي من فوق انقذتني. ما تدري ان في كرتين في الباص؟ في كرتين في الباص صدنا الحرامي حق سعد وراشد. كان يوم جميل، صح انه طويل لكن استمتعنا بصراحة، وشوفت الاطفال هم يفرحون بالكورة شيء واو. انتظرونا في الحلقة الجاية، ترى هي الحلقة الاخيرة، ونعم راح تكون فلوق نهائي لكن ها مو بنفس اي فلوق. تعال